سيد لؤي المقداد المتحدث باسم الجيش السوري الحر. سيد لؤي المقداد، يعني لماذا يبدو أن هناك تضارب في التصريحات من جانب قيادات الجيش الحر فيما يتعلق بهذا الكيان الجديد؟ هل هناك كيان موحد تحت لواء القاعدة أم لا؟ بداية مساء الخير، أنا المنسق السياسي والإعلامي للجيش السوري الحر ولست المتحدث باسم أعتذر. المشكلة الأساس اليوم أن أنا أعتقد بالأساس مهما كانت أعداد هذه التنظيمات التي تصدر هذه البيانات الصوتية، هم آلاف عشرات الآلاف لا يستطيعون فرض أي قرار على الشعب السوري. نحن في الجيش السوري الحر غير ملزمين بهذا الكلام، ولم يجري التنسيق معنا ولا نقبل أساسا بهذا الطرح. الجيش السوري الحر مهمته الأساس التي يرفع لوائها هي إسقاط نظام بشار الأسد وإقامة دولة ديمقراطية. الديمقراطية تعني أن أهل الأرض هم من يختارون شكل دولتهم، لا تنظيمات ولا دمج لدول ولا تنظيم عابر للقارات وعابر للحدود. من يرغب في مساعدة السوريين ليتفضل مساعدتهم بإسقاط نظام بشار الأسد، وليترك للسوريين اختيار شكل دولتهم. ما دون ذلك هذا يعتبر استغلال لحاجة الشعب السوري لمن يجري أن ينصره بأن يفرض عليه شكل دولته. يعني من الغريب أن تلجأ، مع احترامنا للذين أصدروا البيان، أن يلجؤون إلى فرض كيان أو شكل للدولة في مرحلة ما بعد النظام. طيب يعني هم إذا هل أقاموا دولتهم؟ نعم. ماذا إذا لاقوا، ولكن سيدي الفاضل، ماذا إذا لاقوا شكل من أشكال التوافق من الداخل، من جبهة النصرة أو من غيرها؟ لا يعد ذلك يعني حجر زاوية يمكن أن يؤسس لتنظيم جديد أو إلى هيئة قتالية جديدة على الأرض داخل الأراضي السورية؟ أنا لاحظت في البيان وردت كلمة أنه يدعو أهل الشام إلى القتال لإقامة الدولة الإسلامية. لو كان أهل الشام أساسا يرغبون بأي شكل من أشكال الدولة فهم لا يحتاجون إلى القتال، ليتفضلوا إلى صناديق الاقتراع وليقرر أهل سوريا الدولة التي يرغبونها. طيب كيف سيتعامل الجيش الحر إذن مع هذا نوع من التصريحات؟ كيف سيكون التعامل معه على الأرض؟ مسألة دولة إسلامية بين العراق وسوريا هي مسألة مرفوضة حكما. الجيش السوري الحر سيحمي كيان الدولة جغرافيا وديمغرافيا، وسيحمي حتى النسيج المجتمعي لسوريا. مهمة الأساسية للجيش السوري الحر هو حماية سوريا وإسقاط نظام بشار الأسد وإقامة دولة ديمقراطية. لن نقبل بأي شكل من أشكال فرض الدولة ليختار أهل سوريا شكل دولتهم بالديمقراطية، وليقرر أهل سوريا مصيرهم. لن يهول علينا أحد ولن يفرض علينا أحد بالقوة شكل دولتنا وشكل مستقبل سوريا. طيب سيد لؤي، البلدات التي يسيطر عليها أو تسيطر عليها جبهة النصرة أو التي تعلن أنها تحت لوائها، كيف سيجري التصرف معها على الأرض، ليس فقط إعلاميا أو سياسيا؟ يعني الخطاب السياسي يمكن أن يرفض هذا نوع من التشكيلات، ولكن على الأرض هل سيكون من السهل التأثير على هذه المناطق؟ سأكون واضح معك بشكل كامل لو سمحت. هناك تنسيق بين بعض كتائب الجيش الحر وفصائل جبهة النصرة بعمليات موضعية. يعني عندما يكون هناك اقتحام أو اجتياح بسبب جودة تسليح جبهة النصرة وافتقار الجيش الحر في المرحلة السابقة إلى التسليح. أما اليوم وبعد إنشاء الكيان المؤسساتي لهيئة الأركان، أنا أعلن لك وبكل وضوح أنه ليس هناك أي تنسيق على مستوى القيادات بين جبهة النصرة والجيش السوري الحر. نحن نرحب بكل من يرفع بندقية بوجه بشار الأسد، لكن بشرط أنه يقتنع بمبادئ التي قامت لأجلها الثورة، وأولها حرية قرار الشعب السوري. اليوم على الأرض هناك بعض التنسيق بين الفصائل. أما إذا رفع أي أحد البندقية لفرض شكل دولة معينة بدون رغبة أهل سوريا، يعني الجيش السوري الحر سيكون مسؤولا عن حماية الشعب السوري بكل الأشكال. سيد لؤي المقداد المنسق السياسي والإعلامي للجيش السوري الحر، شكرا جزيلا لك، وأعتذر عن التنويه.